الناس الحسنى واعقد عزمك في قداد غيرها دنياك لتحياك حياتك بار الأعداء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من غير حياة. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت على الصلاة وعرفنا أهمية الصلاة في الإسلام وعرفنا أنها الركن الأعظم بعد الشهادتين وعرفنا أنها الصلة بين العبد وربه وعرفنا أنها أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل منه سائر عمله وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. وعرفنا أن الصلاة هي من أحب وأفضل الأعمال إلى الله عز وجل. لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها. فعرفنا أن الصلاة في وقتها هي من أحب الأعمال إلى الله جل في علاه وتبارك في عليا. حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار، فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك. واليوم نعرف بإذن الله شن ثمرت الصلاة في الدنيا والآخرة، فبنبدو بإذن الله وبنعرف ثمرات الصلاة في الآخرة. لما نحافظ على صلاتي شن ثمرت هذا الفعل في الآخرة وفي الدنيا كذلك؟ هل فيه ثمرات من محافظتي على الصلاة في الدنيا ولا ما فيش؟ احنا متعودين على أن كل عمل نبو عليه مقابل، لما نديروا أي عمل نبو عليه مقابل، فهل فيه مقابل لما نحافظ على صلاتي في الدنيا والآخرة ولا في الآخرة بس؟ من ثمرات الصلاة في الدنيا ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستنظرون إلى ربكم كما ترون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فتبين لنا أيها الأحباب أنه من أعظم الأسباب لرؤية الله عز وجل في الجنة المحافظة على الصلاة في أوقاتها. من أعظم الأسباب اللي تعيني على رؤية الله جل في علاه وتبارك في علياه في الجنة هي أنني نحافظ على الصلاة في وقتها، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على صلاتين اللي هما صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن أغلب الناس في هذين الوقتين بصفة عامة إما راقدين وإما مشغولين في الخدمة والعمل، فقال صلوات الله وسلامه عليه إنكم ستنظرون إلى ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون إلى هذا القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعل. حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار، فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قداب. أيها الأحباب، من ثمرات محافظتي على الصلاة أنها توصلني إلى الفردوس الأعلى بإذن الله. يقول الله جل في علاه وتبارك في علياه قد أفلح المؤمنون. شكون هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول شيء ذكر المحافظة على الصلاة، ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. شن بيورتو؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واللي ما يصليش وما يحافظش على صلاته شن بيورت؟ بيورت الخزي والعار والعياذ بالله. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من وارثي الفردوس الأعلى
إنه ولي ذلك والقادر عليه. قم غير للخير حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى وعقد عزمك في قدام. أيها الأحباب، نتكلم شوية لموضوع النواف. نواف مش زي تصوروا فيها، زي ما يتصوروا فيها الناس يعني بصفة عامة أنهم شيء زايدات يعني وكذا، لا، النواف اللي راهم موضوعهم موضوع كبير وموضوع كذلك راهو مهم جدا. كيف الكلام هذا؟ الله عز وجل يوم القيامة لما بيحاسبنا على الصلاة، طبعا زي ما نعرفوا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فلما يحاسبني الله عز وجل على صلاتي أول شيء أكيد حيكون فيه نقص، فالنقص هذا لما يحاسبني الله عز وجل على صلاتي باش نجبر النقص هذا، فلما تعرض الأعمال على الله جل في علاه حيكون فيه نقص، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا لعبدي هل له من تطوع، هل عنده صلوات من النوافل باش يجبر النواقص من الصلوات. فعرفنا أيها الإخوة والأحباب أن موضوع النوافل موضوع كبير وأنه سيجبر به النواقص من الفرائض يوم القيامة. وشوف أنت عاد يعني كل صلاة قداش عندك فيها نقص، لما تخش وتكبر وتخش في الصلاة وتصلي يعني تبدأ تفكر الله أعلم وين تفكر، ولا الآخر يعني عنده صلاة ناقصة، والآخر خاش من غير وضوء، والآخر يعني خاش من غير غسل، والآخر ناسي صلاة كاملة، وهكذا. فيجوا هادو من النوافل بصفة عامة ويجبروا لي بها النقص من صلواتي يوم القيامة. أيها الأحباب، اللي نبوا نوصلوا له بصفة عامة والخلاصة من هذا الكلام كله أنه مهما يكون عندي من ذنوب ومهما يكون عندي من معاصي، الصلاة تبقى يعني شيء أساسي، ويقعد موضوع خط أحمر مش حنقدر يعني نضيع صلاة، ومش في يعني ما فيش يعني ولا أي شيء هيخليني نسيب صلاتي. مهما يكون عندي من ذنوب ومهما يكون عندي من معاصي لازم نحافظ على هذا الركن العظيم، وأني يعني مسلم إسلام كما يريده الله عز وجل، مش إسلام يعني إسلام كما يريده الله عز وجل، أنني نكون مستسلم لله عز وجل، ما نقطعش الصلة اللي بيني وبين الله عز وجل، بالعكس، بل إن الصلاة نفسها هذه هي اللي حتمسح لي ذنوبي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا لنا مثلا عظيما، يقول: أرأيتم لو أن أمام دار أحدكم نهرا فهو يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يقعد فيه الراجل هذا اللي يغتسل 5 مرات كل يوم في هذا النهر اللي قدام حوشه، هل يبقى عليه من القذارة والوساخة حشاكم وأكرمكم الله، هل يبقى فيه شيء من هذا وهو يغتسل كل يوم 5 مرات؟ فقالوا: لا يا رسول الله، يعني معقولة يغتسل كل يوم في هذا النهر الذي أمام بيته أو داره 5 مرات هل يقعد فيه شيء؟ مستحيل، لا يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. فمهما يكون عندي ذنوب ومعاصي فصلواتي هذه هي اللي تكفر لي ذنوبي وخطاياي. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فتخيل إنسان مسيب الصلاة عن بكر تبعها ومش مدورها مرة واحدة، فشين اللي بيمسح لك ذنوبك ومعاصيك؟ وبالتالي أيها الإخوة نحاولوا يعني نحرصوا على أمر الصلاة قدر الإمكان، هي آخر وصايا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وآخر وصاياه، يعني إنسان يكون يعني على فراش الموت ويجي بيوصيك على شيء، هل يعقل أنه يكون هذا الأمر شيء عادي ولا بسيط؟ آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا في آخر لحظات حياته ويقول لنا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويجي إنسان مسلم يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي محبة النبي واتباعه ويضيع هذا الركن العظيم، هذا يعني الأمر فعلا لما نجو نحسبوها كمعادلة نلقوا أن احنا قاعدين في وادي وإسلامنا قاعد في وادي آخر. علاش أيها الإخوة والأحباب؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان يصلي بالناس وخش أبو لؤلؤ المجوسي وطعنه حتى أغمي عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه،
فسقط وأغمي عليه. علاش لما ناض أول شيء قاله أصلى الناس؟ علاش السؤال هذا أول سؤال تبادر لذهنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لأنه الصلاة هي أهم شيء في قلبه، وكان هو عايش اللحظة وعايش يعني اللذة بتاعة الصلاة قاعدة في قلبه. أول شيء لما ناض، بما أنه يعني يصارع الموت، أول سؤال قاله أصلى الناس. علاش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما توفي مات وهو يسير إلى صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قلبه معلق بالمساجد أيضا. علاش عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كذلك لما طعن وهو يقرأ في المسجد القرآن، يعني قلبه معلق بالمسجد ومعلق بالصلاة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فمسألة الصلاة، ولما الإنسان قلبه يتعلق بالصلاة أيها الإخوة والأحباب، فعلا لما الإنسان يذوق طعم الإيمان ويذوق طعم الصلاة ما عادش يقدر يسيبها. تعال أنت لأي شخص تلقاه محافظ على الصلاة في المسجد أو من المحافظين على الصلاة بصفة عامة، قول له هل تقدر تسيب الصلاة؟ يقول لك اقتلني ولا نسيب الصلاة، لأن عاش طعم الصلاة، عاشها وضاقها في قلبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يصير له موضوع ولا يقعد يفكر في موضوع معين أو يحزنه شيء أو ينتابه شيء، مباشرة يفزع إلى الصلاة ويقول بأعلى صوته أرحنا بها يا بلال. ففرق كبير أيها المباركون بين من يقول أرحنا بها يا بلال وبين اللي يقول أرحنا منها، في فرق. يعني في اللي يخش الصلاة يتمنى غرامته يتم الصلاة ويمشي يجري في جورة الدنيا ويكمل المواضيع الدنيوية بصفة عامة، والثاني خاش الصلاة وعايش الصلاة بروحانياته ومدابيه ما تتم الصلاة. فهذا الفرق بين اللي يقول أرحنا بها وبين اللي يقول أرحنا منها. وبالتالي احنا أيها الإخوة نبوا نستشعروا طعم الصلاة، ونبوا لما نخشوا في الصلاة معاش نبوا نطلعوا منها، ونبوا نعيشوا الخشوع، خشوع متاع الصلاة بصفة عامة، ونعيشوا اللحظة أن احنا مقابلين الله عز وجل ونسأله في الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فوصيتي لنفسي وليكم أيها الأحباب أن مهما يكون، زيد نأكد، مهما يكون عندي من ذنوب ومهما يكون عندي من معاصي، فالصلاة خط أحمر، وكما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو في آخر أنفاسه صلوات ربي وسلامه عليه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. ضيّر للخير حياتك واستنهض همما النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قلب. الخلاصة أيها الأحباب أن نهتم بأمر الصلاة ونغير حياتنا في هذا الجانب. كنت ما نصليش، كنت مقصر في صلاتي بصفة عامة، كنت نأخر في صلاتي، كنت نفوت فيها، لا، من اليوم هنغير حياتي فيما يتعلق في أمر الصلاة ونخليها أهم من الطعام والشراب، لا، بل يعني نختار موضوع مازال أهم وأثمن من الطعام والشراب، أهم من الهواء الذي أستنشقه. نبي يعني نغير حياتي من لما كنت لا أبالي بأمر الصلاة إلى أني نهتم بأمر الصلاة أهم حتى من الهواء الذي نستنشقه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين المداومين على صلاتنا. اللهم اجعل صلواتنا قرة أعيننا كما كانت قرة عين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وفقنا لكل خير وارضى عنا يا رب العالمين، وجعلنا الله وإياكم مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. إلى هنا نقف ونلتقي بإذن الله في حلقة أخرى مع غير حياتك. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعقد عزمك في قدام، غيرها دنياك لتحياك حياة كبار الأعلام، عاشوا في الدنيا سعداء فازوا في الأخرى بسلام، زرعوا أخوة